ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دليلة كويزين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفة اليوم هي وصفة عربية، وصفة ديال الرز بالدجاج، الدجاج في الفران. أول مرحلة غادي نحتاجه في المقادير قطع من الدجاج، ملح وإبزار والزيت، الزيت العادية. هذيك مرحلة أولى، يعني غادي نديرو الدجاج، نديرو ليه الملح والبزار وجوج معالق ديال الزيت، وغادي نديرهم في المول ديالنا وندخلهم الفران يطيبوا. دابا تبلنا الدجاج ديالنا بالملح والبزار والزيت، غادي ندخلوهم دابا الفران باش يطيبوا. المرحلة الثانية الرز، الرز غسلته، غادي نديرو في قميلة مع الماء وشوية زيت العود والملح ونخليه يتسلق، يتسلق مزيان. هنا المرحلة الثالثة ديال لاصوص، غادي نحتاجو بصلة مشلطة، ولو كانت الخضارية تكون أحسن، يعني الخضارية كتجيبيها أحسن أحسن من البصلة العادية. هنا مطيشة محكوكة ودرت فيها حك صغير ديال المطيشة مصبارة، يعني مطيشة ديال الحك. درت هنا جوج مطيشات وحك حك ديال المطيشة المصبارة. هنا عندي ثلاثة ديال التومات فرومي، هنا عندي سكينجبير طريته هو مفروم حكيته، هنا قزبر ومعدنوس. بالنسبة للتوابل هنا عندي الإبزار، عندي الخرقوم والملحة، وعندي السمن، وعندي الكاري، اختيار اللي بغي يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. وهنا عندي الخل، غنحتاج منه معلقة كبيرة في المرحلة الأخيرة تكطيب لاصوص. وعندي الزيت العود باش نطيبو الصلصة ديالنا. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في هاد المرحلة. غنبداو بالبصلة، غادي تشحر مزيان في البوطة، عاد غنضيف ليها التومة، من بعد عاد غادي نزيد عليها مطيشة مطيشة وعاد التوابل. هنا من بعد ما البصلة ديالنا رخات شوية، غادي نضيف عليها مطيشة. نحركو مزيان، غادي دابا نضيف عليها التومة وباقي التوابل. دابا نضيف التومة كما قلت، سكينجبير طري، غنضيفو ليه التوابل كلهم غادي نديرهم. نضيف ديك شوية ديال السمن، صافي، ونغطيها شويه نخليها تطيب. الا خاصها الماء غنزيدها شويه ديال الماء، من بعد عاد غادي نزيد فيها القزبر والمعدنوس. بالنسبه اللي الا خفتو تجيكم حامضه ولا شي حاجه، ديروا فيها معلقه ديال سنيده. انا سنيده مثلا ما نديرهاش، المهم لكم اختيار، هذا ديروا سنيده. هنا في هذه المرحله غادي نضيف القزبر والمعدنوس قطعين. صافي دابا غادي نتسناو عليه حتى يطيب. صافي غادي نطفيو عليه، نضيفوا ليه هنا معلقه ديال الخل. صافي وها هو واجد. دابا غادي نشوفوا الرز واش طاب. وهنا كيف كتشوفوا معايا الرز طاب، في الماء ديالو ما بقيتش، ما صفيتوش، يعني ما صفيتوش، كيبقى هكا مفروك كل حبه بوحديها، ما كيتعجن ما والو. كتاخذوا الكميه ديال الرز كديروا الضعف ديالها ديال الماء، صافي، وكتخليه حتى كيطيب فيه. هذا هو الطياب ديالو مع الملح قلنا وزيت العود. صافي وها هو واجد. بالنسبه للدجاج ها هو طاب في الفران وتحمر والريحه ما نعاودش لكم. يا سلام على الانسان.
الانسان العظيم سبحانه ما شاء الله، يعني عنده ساعه في الفران بالضبط، ساعه كيتطيب وكيتحمر فيها مزيان، ولا ثاني على حسب الفرن ديالكم. انا الفرن ديال الضوء عنده ساعه ديال الطياب، الدجاج هو واجد. من بعد كنحيدو داك الدجاج من ديك الطاوه ديالو ولا الطا اللي درناها فيه، وين نحيدو نحطو الاطباع على جنب. غادي نديرو الرز دابا في هاد لو سوك ديال الدجاج اللي بقى، غادي نخلطو فيه داك الرز. الرز درنا ليه هكايا في المول، يعني عمرنا المول من حيدنا الدجاج درنا الرز هكا. دابا غادي نديرو فوق منه لاصوص ونحطو فوق منه طرفه ديال الدجاج، بعد ما تبقى من لاصوص كنحطوها فوق الدجاج. ومن بعد ما درت الرز تفرشه الاولى، درت فوق منه لاصوص وحطيت قطع الدجاج ديالي، وعاد درت فوق منهم لاصوص. ودابا غادي ندخلهم الفران غير شويه ينشفوا، غير شويه، اللي ما بغاش بلاش، المهم انا كندخلهم الفران ينشفوا شويه عاد نعاود نخرجهم. ساعه غادي يتقدم، نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخرجهم من الفران. الوصفه ديالنا، كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه، ما تنساوش خليوا لي لايك للفيديو وبارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.